اجتمعوا فتناقشوا ثم اتفقوا. وزارة الداخلية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان مع شيوخ عشائر العراق بمؤتمر موسع، مؤتمر عقد في مقر قيادة الشرطة الاتحادية لمناقشة الظواهر الاجتماعية السلبية وأبرزها الدجة العشائرية، المخدرات والابتزاز الإلكتروني. أقمنا مؤتمرا عشائريا بحضور سادات وشيوخ العراق أي رموز العراق من كافة محافظات، تناولت ملفات مهمة. الملف الأول هو قضية الدقة العشائرية وتأثيرها على السلم المجتمعي، والملف الثاني هو آفة انتشار المخدرات. حضرنا هذا اليوم كمكتب بغداد في المفوضية العليا لحقوق الإنسان مع وزارة الداخلية ومديرية شؤون العشائر لغرض مناقشة والوقوف على المشاكل التي تسببها آفة المخدرات. مؤتمر استمر لساعتين، تبادلت فيه الأطراف ذات العلاقة وجهات النظر حول ما آلت إليه تبعات تعاظم تلك الظواهر. تفشيها يتطلب من منظار عشائري التأسيس لثوابت تحتكم إلى القانون عبر تعاون تعتزم العشائر الإقدام عليه بين العشيرة والقانون. هذه الظاهرة لنا موقف فيها أنه نحن رافضين لها رفضا قاطعا وكاملا، وهناك وثيقة أيضا موقعة بها، ويجب أن تضافر كل الجهود من خلال أن تكون وقفة لرؤساء القبائل والعشائر والسادات، أن تكون هناك ثقافة للمجتمع. وخلص المؤتمر بإعداد وثيقة، تلك الوثيقة التي وقعت عليها سادة وشيوخ العشائر، تتضمن البراءة عشائريا من المتعاطي والمتاجر بالمخدرات من أجل أن يأخذ القانون مجراه بحقهم. من العاصمة بغداد، بدر الركان، التغيير.